السلام عليكم. ثم في تيتوريال السادس ديال سي اس اس، فالتيتوريال ان شاء الله غادي نتعلموا، غادي نهضروا شويه على لي بوردر. اولا شنو هما لي بوردر؟ اول حاجه غنشوفوا لاباج اللي عندنا. كما تلاحظوا عندنا هيدر وفي البادينغ زعما البعد على الحدود ديالو. غادي نجي نشوفو لي بوردر كيفاش يدارو. لي بوردر هما بحال بوردر، غادي نوريكم. غنجيو للهيدر وغنكتبو بوردر وغنديرو مثلا دو بيكسل وغادي نسدو ونأوريجستري ونجي نشوفو لاباج. سايز ما تيخدمش لاننا درنا بوردر ماشي سايز. يمكن نعطيوه كولور ريد وعاده سميتو سايز ديالو، و عاده نديرو سوليد، نديرو تيب سوليد عاده 2 بيكسل. نشوفو دابا مثال. اذا غادي نفرقوا هاد لي بارامتر هادي كل وحده بوحده. غنديرو كولور بوحدو، غنديرو مثلا ريد، هبطو الاخرى نديرو بوردر تيري مثلا ويد، غنديرو 2 بيكسل ونسدو، عاد نديرو بوردر ستايل ونديرو سوليد ونديرو اورجستري ونجي نشوفو لاباج. مخدمش لاننا خصنا نكونو دايرين قاع لي بارامتر بثلاثة صحاح. هادي غندير لها داشيد وندير اورجستري ونجي نشوفو. دونك ها هو البوردر هو داكشي اللي تيكون داير بلوبجي. نجيو مثلا نبدلو 2 بيكسل نديرو 5 بيكسل اونجستري ونجي نشوفو. كما تلاحظو هو كبر. دين هذا هو البوردر. يمكنك دير تبدلي اللون من هنا نيت. يمكننا نيت نبدلو هاد الداشد هادي، نديرو خط واحد مثلا، نديرو سوليد اللي درت قبيلة سوليد ونديرو اونجستري ندير اكتواليزي. كما تلاحظوا اللي عندها بوردر احمر في 5 ديال البيكسل في العرض ديالو وداير بها كامله. نفرض مثلا بغيت انا ندير البوردر، هاد البوردر يبان غير الفوق ولا غير لتحت. غنجيو غنديرو مثلا هنايا، نزيدو توب هنا في كل وحده. غندير اونجستري ونجي نشوفو. كما تلاحظو ولا مني علاش مشات للارير فلو. درنا في الارير بلون تا هي توب، ما خصناش نديرو توب في الارير بلون. غادي نعاود. كما تلاحظو ولا البوردر غير الفوق. بغينا مثلا نديرو الفوقاني هكا والتحتاني مثلا يكون، غنكوبي هادشي يكون منقط ولا بلي تيري. غنديرو هنايا التحتاني داشيت وغنجيو هنا نديرو مثلا بوتوم ونكوبيو بوتوم، كوبي ونكوريو هنايا ونديرو اورجستري ونجي نشوفو. كما تلاحظو الفوقاني ما منقطش والتحتاني منقط. بهذا يمكننا نديرو بزاف ديال الزواق بهذا سميتو بهذا لي بوردر هادو. اصلا تنحتاجهم بزاف لي بوردر، وغادي تشوفوا اننا غنحتاجهم بزاف في التوتوريال الجاي ان شاء الله.
كندا وكيفاش نتعاملوا مع لي باردر. شوفوا في التوتوريال الاخر ان شاء الله. اللي ما فهمش شي حاجه يكتب دي كومونتير لتحت، غنحاول نجاوب في اقرب وقت. ما تنساوش تابوناو ونشوفكم في التوتوريال الاخر ان شاء الله.